عدد المحاضر بلغ 271 محضر متابعة قضائية بمختلف المخالفات، كانعدام السجل التجاري، عدم الفوترة، غلقنا 3 محلات لانعدام السجل التجاري. قيمة عدم الفوترة بلغت 1,645,695 دينار جزائري. سجلنا كذلك 150 محضر متابعة قضائية متعلق ببعض المخالفات. كذلك كان عندنا حجز لما يقارب 1,186 طن من مختلف المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك. قيمة المحجوزات قدرت ب 822,865 دينار. غلقنا 7 محلات تجارية من مختلف النشاطات، كبيع الحلويات الشرقية بطريقة غير نظامية.